أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم أطيب التحايا من استديوهات البث الفضائي في جامعة الملك فيصل، وعبر قناة عالي نتابع سوية عدسة الجامعة في حلقتها 13. مجموعة من الأنشطة والتقارير هي زوادة هذه الحلقة، والتواصل ما بين الجامعة جامعة الملك فيصل وبينكم أحبتي موصول بالمحبة وموعود دائما بمد الجسور وفتح النوافذ الواسعة لكي تكتمل الصورة. أعزائي المشاهدين، المملكة كلها احتفلت باليوم الوطني، والسعوديون في كل أنحاء العالم رفعوا أسمى آيات المحبة للوطن والمليك المفدى، وجامعة الملك فيصل بدورها سجلت نبضات الفرح على أثير الانتماء وصفحات الولاء للوطن الغالي. تعالوا نتابع فرحة الجامعة في اليوم الوطني الكبير. تحت رعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي، وبحضور كبار المسؤولين في الجامعة والكادر الإشرافي والتدريسي والإداري والطلابي، أقامت جامعة الملك فيصل حفلها السنوي بمناسبة اليوم الوطني 83 للمملكة في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية التي امتلأت بالحضور الذي تفاعل مع فقرات الحفل الرائعة المعبرة عن حب الوطن. وقد استهل الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمعالي مدير الجامعة جاء فيها: مرحبا بكم في رحاب جامعة الملك فيصل في ليلة بهيجة نحتفي بها معا بذكرى غالية ليوم مجيد من أيام الوطن، يوم انبثاق فجر ميمون امتدت أشعته الصافية لتعانق بالتوحيد، لتسعى الوطن الكبير وتلم شعثه المترامي تحت راية تشرفت بكلمة رائدة، راية التوحيد الخالدة، في يوم لن تنساه الأجيال الملتحقة ولن ينساه هذا التراب الغالي، حتى أصبحت البلاد والعباد ترفل في أثواب الإيمان والأمن والخير العميم. إنه يوم الوطن، يوم الاحتفاء بمسيرة التطوير والتحديث والتنمية التي وضعت البلاد بحمد الله وفضله في مصاف الدول المتقدمة في العالم، وفي فترة وجيزة من عمر تقدم الشعوب ونهضتها وازدهارها، فكانت بلادنا محط إعجاب وتقدير العالم بأسره، لكونها تشكل تجربة فريدة تابعة من رجل مؤسس حكيم وأبناء بررة أفذاذ استطاعوا فضل الله تعالى أن ينهضوا بشعبهم. بعد ذلك توالت فقرات الحفل، حيث قدم عدد من المنشدين أوبريت وطني مميز تفاعل معه الحضور كثيرا لما جسده من معاني الحب والوفاء لهذا الوطن الشامخ. انحكى التاريخ، انحكى التاريخ، انحكى التاريخ عن سيرة ملك، انحكى التاريخ عن سيرة ملك الملك عبد العزيز من يجهلك، الملك عبد العزيز من يجهلك، ألف رحمة ألف رحمة يا أبو ترك تضللك، ألف رحمة يا أبو ألف رحمة الله يرفع منزلك، يا ملك مشهود له ومذكور خير.
سيرة ملك أرفع الرأس وأقول منه غيره إن حكى التاريخ عن سيرة ملك أرفع الرأس وأقول منه غيره ألف رحمة الله يرفع منزله يا ملك مشهود لا ومذكور خيره ألف رحمة الله يرفع منزلك يا ملك مشهود لا مذكور خيره يا ملك مشهود لا مذكور خيره ثم أديت العرضة السعودية وصدحت الحناجر فخرا بأمجاد البطولات هذا وقد توشح معالي مدير الجامعة براية التوحيد مشاركا مع أصحاب السعادة الوكلاء والعمداء في احتفالية هذا الوطن العظيم في حضن الجامعة. هذه الاحتفالية الكبرى تمت بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة حيث برزت الجهود المميزة لإنجاح الفعالية كما تم رصد عدد من الجوائز القيمة التي جرى السحب عليها خلال الحفل وقد أضاءت لحظات هذا المساء الألعاب النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية طلاب الجامعة جزء هام من المجتمع هم بناة المستقبل وهم حملة الراية والقادمون بقوة المعرفة والتخصص إلى بناء الوطن والمجتمع يقف إلى جانبهم في الكثير من الأمور يمدهم بالدعم ويقدم المشورة والفائدة ولجان الأحياء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تقدم خدماتها للمجتمع وللطلاب نصيب من تلك الخدمات نتابع معا التقرير التالي عن دور لجان الأحياء تعد لجان الأحياء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية رافدا مهما للمجتمع حيث إنها تعنى بالعمل المجتمعي في الدرجة الأولى وبما أن طلاب الجامعات جزء من هذا المجتمع الكبير كان لهم النصيب الوافر من الخدمات التي تقدمها هذه اللجان قصدنا وفريق التصوير لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السلمانية لنرصد ما يقدمونه من خدمات للطالب الجامعي وقابلنا عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد عويضه الدوسري حيث تحدث لنا عن المشاريع المقدمة للطلاب الجامعيين فالجامعيين في حاجة إلى بعض البرامج النوعية التي تقدم لها فكان عندنا في لجنة التنمية الاجتماعية ثلاث مناشط مهمة وموجهة لهذه الفئة المنشط الأول عندنا هي البرامج التدريبية وهي منوعة وكثيرة آخر برنامج أقيم عندنا قمنا التخطيط الشخصي مع الدكتور أسامة الملا وكان على مستوى المحافظة وليس الأحياء فقط وشهد إقبال كبير غير البرامج النوعية الأخرى وأيضا عندنا اللي هو كوننا فريق عمل تطوعي تحت مسمى فريق تعاون التطوعي
وهذا اشتقينا الاسم من شعار اللجنة نحو مجتمع متعاون، فسميناه فريق تعاون التطوعي. وأيضا عندنا المنشط الثالث اللي هو مركز نشاط الحي الاجتماعي، ولعلكم تزورون بعد قليل وتأخذون صورة أوضح عن هذا الموقع والمقر اللي هو مركز نشاط الحي الاجتماعي. ولنرصد الفائدة من هذه الخدمات المقدمة للطالب الجامعي من قبل لجان الأحياء، أجرينا لقاء مع طالب جامعي مستفيد من هذه الخدمات والبرامج، حيث حكى لنا تجربته مع لجنة الحي. تعرفت على لجنة التنمية الاجتماعية عن طريق الإعلانات التي وزعتها اللجنة في الطرق وفي الأحياء. زرناهم وشاركنا وطلعنا على الخطط السنوية، أعجبتنا وشاركنا معهم في الدورات، مثل من الدورات اللي شاركنا فيها دورة التخطيط الشخصي التي قامها الدكتور أسامة الملا. حضرنا نحن وإخواني الطلاب، استفدنا من الدورة من الاستفادات اللي استفدناها نقطة تنظيم الوقت. وكما نعرف الطالب الجامعي لابد في المرتبة الأولى أن ينظم وقته، لأن هذا أول شيء مفترق في حياته، تنظيم وقته، وقت مذاكرته، وقت الدراسة، وقت الاختبارات. هذا من الأمور التي استفدناها. البرامج متنوعة والخدمات المقدمة كثيرة وتختلف من لجنة إلى أخرى. ولنرصد هذا التنوع قصدنا لجنة أخرى، هي لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الخالدية، وأجرينا مقابلة مع مديرها التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن بن سلمان الصنيخ، حيث تحدث لنا عن الخدمات والبرامج التي يقدمونها للطالب الجامعي. لجنة التنمية الاجتماعية تقدم مشاريع متنوعة وكثيرة، من أهم مشاريعها هي خدمة أبنائنا الطلاب، أبناء هذا الوطن في المرحلة الجامعية وما قبل المرحلة الجامعية. فالمرحلة التي تسبق المرحلة الجامعية وهي تخدم الطلاب المرحلة الثانوية، هناك عدة مشاريع متنوعة يدخلها الطالب تساعد للدخول في الجامعة، وتبدأ هذه بكورة هذه المشاريع والأنشطة من الاختبارات القدرات. هناك اختبار التحصيلي يدخله الطلاب، تقدم لهم الدورات لاجتياز هذه الاختبارات، ثم بعد ذلك تكون عندنا هناك مشاريع منها الزيارات الجامعية، وهي بالجامعات في الأحساء مثل جامعة الملك فيصل، جامعة الإمام، وزيارة مشروع زيارة المعرض الدولي الذي يقام بالرياض، تقام هناك رحلات مجانية لزيارة هذا المعرض. خدمات وبرامج تخدم الطالب الجامعي في دراسته وفي حياته عموما. لجان الأحياء عطاء دائم ومعين متدفق ورافد داعم للمجتمع بكل أطيافه. الكتابة مقدرة على التحليق، والكتاب شعراء وروائيين وقاصين يصنعون بإبداعهم حياة أكثر جمالا، والجامعة بيت المعرفة والوعي، فكيف وقد اجتمعت الجامعة ببيت كتاب وأدباء الأحساء، أقصد نادي الأحساء الأدبي، في توقيع اتفاقية شراكة ستكون ذات منفعة على الطرفين معا. عدسة الجامعة كانت في هذا الحفل البهيج. وقعت جامعة الملك فيصل ونادي الأحساء الأدبي مذكرة تعاون بينهما في احتفالية ثقافية أكاديمية حضرها سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ خالد بن عبد العزيز البراك وحشد من الوجهاء والمثقفين والإعلاميين، نظراً لما تمثله من زخم ودعم للعلم والأدب والثقافة في واحة الأحساء التي أنجبت كثيراً من المبدعين. وقد مثل الجامعة في التوقيع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي، في حين مثل نادي الأحساء الأدبي سعادة الأستاذ الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين. إن جامعة الملك فيصل حين اختارت الريادة في الشراكة المجتمعية
محور استراتيجي. وبهذه المناسبة أوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي في كلمة ألقاها في حفل توقيع المذكرة أن جامعة الملك فيصل لتقدر لنادي الأحساء الأدبي دوره الفاعل لتنسيق جهود ومناشط العمل الثقافي والأدبي في المحافظة. إن جامعة الملك فيصل لتقدر لنادي الأحساء الأدبي دوره الفاعل لتنسيق جهود ومناشط العمل الثقافي والأدبي في المحافظة وتطوير أساليبها بما يواكب نهضة الوطن الغالي الواسعة في جميع المجالات. كما تقدر الجامعة للنادي دعمه المناشط التثقيفية لكل فئات المجتمع في جميع المناسبات والتي تعزز روح الانتمائية للدين والوطن. وكم يسعد الجامعة أن تمد اليوم جسور شراكة مباركة مع النادي لتسهم بإمكانياتها المتاحة في التعاون والتنسيق لدعم الحركة الثقافية والأدبية في المحافظة والوقوف مع مؤسسة النادي لنشر الأدب والثقافة النابعة منها الوسطية والاعتدال بين أبنائنا وبناتنا، وتحث منسوبيها على إثراء المكتبة العربية الثقافية والأدبية بالبحوث والدراسات الإثرائية والرسائل العلمية. وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الأستاذ الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري في تصريح حول هذه المناسبة: هذه الشراكة تتيح للطرفين نادي الأحساء الأدبي وجامعة الملك فيصل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل منهما والتركيز على الشباب واحتواء هذا الشباب وتقديم المفيد لهم. فالجامعة كما تعرفون هي محضن جيد للمواهب والإبداعات. وفي نهاية الحفل تم منح معالي مدير الجامعة العضوية الشرفية للنادي بالإضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات النادي لمعاليه وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة. هذا وقد قام مسؤولو النادي الأدبي بزيارة لإدارة البث الفضائي يرافقهم مساعد المشرف لإدارة البث الفضائي الدكتور هاني بن عبد الله الملحم، تعرفوا خلالها على تجربة الإعلام المرئي في الجامعة. عندما زرت هذا المكان ذهلت، لأنه دخلنا في أماكن في وزارة الثقافة والإعلام حتى في مبنى التلفزيون في الرياض، يمكن ما وجدنا هذه الإمكانيات هناك. هنا إمكانيات الحقيقة متاحة وممتازة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا الصرح الإعلامي، هو صرح إعلامي كبير جدا، وهو يعني يتبنى موضوعا مقدسا، وهو أنه يبث من جامعة، والجامعة هي محضن العلم والثقافة والإنتاج والبحث. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه القناة، وأن نرى على أرض الواقع إنجازاتها وما تقدمه في مجال خدمة البحث العلمي والثقافة بشتى أنواعها. الكاميرا خرجت هذه المرة خارج أسوار الجامعة لتقف أمام بوابة جمعية نقاء لمكافحة التدخين، والتي تربطها بالجامعة شراكة مجتمعية، ملامسة حقيقية لما يمكن تسميته السعي الفعلي لجعل المجتمع أكثر نقاءً. تقرير يستحق المتابعة أكثر من مرة، لأنه حامل لهدف يسعى لتحقيقه الجميع. رافقونا في التقرير التالي. تلتزم الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء قضية هي غاية في الأهمية، حين تحرص ضمن رؤيتها على تأمين حياة سعيدة ملؤها النقاء والصحة والسلامة المجتمع، وحين تعمل بكل جهد ووعي وثقة على تقليل عدد المدخنين للوصول إلى مجتمع خال من التدخين من خلال التركيز على التقارب الإيجابي مع المدخنين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية لحياة نقية واستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق أعلى معدلات النجاح. هي تؤمن بقدرتها على ذلك، وهي حققت خلال السنوات نشوئها معدلات هامة في تغيير المعادلة، بناء متواضع يقع في محافظة الأحساء كفرع لجمعية تمتد على اتساع المملكة. منذ لحظة دخول المكان يتبدى واضحا للزائر أن هذا الموقع
وجد خصيصا ليكون بمثابة ثورة عقلانية على جنوح كثيرين من أبناء المجتمع وإصرارهم على أذية أنفسهم وكل الذين يحيطون بهم. آفة التدخين هي مشكلة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها هذا المجتمع، يعاني منها العالم بشكل عام، ويعاني أيضا منها مجتمعنا السعودي. عندنا هناك عدد من الإحصائيات الرسمية، على سبيل المثال يوجد عندنا في المملكة العربية السعودية قرابة 6 ملايين الذين يتعاطون التدخين سواء من المواطنين أو كذلك من المقيمين. 22,000 يموتون سنويا في المملكة السعودية، في المملكة العربية السعودية بسبب التدخين، يعني بمعدل تقريبا 62 فردا يوميا. يوجد بين الشباب هناك 45% من الذين يشربون الدخان أعمارهم فوق 15 سنة. بناء ربما خارجه وعلى مقربة منه ينتشر المدخنون ويمارسون ما يعتقدونه حرية شخصية في إلحاق الأذى بالنفس والروح والجسد. لكن الرهان الذي يأخذه المشرفون على نقاء على أنفسهم والآخرين هو أننا قادرون حقا على التأثير، والتأثير هنا يأتي علميا علاجيا للجسد، ويأتي بالنصح والإرشاد فينقي الروح من بذور الهلاك الأكيد. الأساليب مدروسة والأهداف جلية الوضوح. في الأساليب نتابع التالي: يأتينا المراجع، يبدأ المراجع في تسجيل استبانة فيه معلومات، هذه المعلومات تكون خاصة بالجمعية وسرية بحيث أنه لا يطلع عليها أحد غير منسوب الجمعية. بعد الاستمارة يحال إلى طبيب الجمعية، طبيب الجمعية يكشف عليه من ناحية الضغط والسكر وإمكانية العلاج، فيقرر الطبيب إما أن يكون مناسب للعلاج أو غير مناسب. بعدها يحال إلى غرفة العلاج والقياس، يتابع هذا المدخن أو هذا المقلع بعد 6 جلسات، يتصل عليه يتابعه بعد شهر حتى نتأكد أنه قد أقلع من التدخين وأن جسمه قد انتهى من النيكوتين ومن شوائب الدخان. وفي الأهداف أن تكون مناطق عمل الجمعية خالية من التدخين، تقليل المدخنين في المجتمع رجالا ونساء بنسبة 1% سنويا، خفض نسبة التدخين في الأماكن العامة بنسبة 15% سنويا، تحقيق نسبة نجاح في مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين بنسبة لا تقل عن 60% من مراجعي الجمعية. أهداف بالغة الأهمية، والسعي كبير لتحقيقها، ونقاء تسجل حضورها في الموقع وخارجه حين تقصد هي المجمعات بعيادتها المتنقلة لكي تساهم في إصلاح المجتمع ووضعه على لائحة النقاء الكبير. خطوات تستحق الثناء، وجهود مباركة تؤسس حقا لمجتمع نقي السريرة والمسار. فتعالوا نمد لنقاء الأكفة لكي نؤسس سوية وأجمعين دعوة صادقة من القلب. مجتمع نقي يحتاج قلوب وعزيمة أنقياء. عدسة الجامعة في حلقتها 13 انتهت. إلى اللقاء في حلقات قادمة نسلط فيها الضوء على أنشطة الجامعة وأخبارها، ونرحل مع العدسة إلى رحاب المجتمع مستهدفين تصوير هذا الانسجام الخلاق بين الجامعة ومحيطها. ترقبوا كل جديد في الحلقات القادمة من عدسة الجامعة.
في أمان الله.